مسك ايد كابتن حسن شحاته وراحوا لجمهور الناديين الكبيرين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وكانت لفتة رائعة من النجمين الكبيرين. ساعتها كان ممثل نادي الزمالك كابتن حسن شحاتة في الملعب ككابتن لفريق نادي الزمالك، وعلى الجانب الآخر كان كابتن محمود الخطيب هو ممثل النادي الأهلي ككابتن للنادي الأهلي في ذلك الوقت. الآن وبعد 41 سنة نفس المشهد بممثل النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وممثل نادي الزمالك كابتن حسين لبيب. خلينا نتفق يا كابتن اسلام ان كرة القدم هي مزاج الشعب المصري بشكل عام، او الرياضة وكرة القدم مزاج الشعب المصري، ويمكن حتى لو كان تباينت نسب الشعبيه لكن يبقى الاهلي والزمالك هما الاكثر شعبيه في مصر. يمكن نتكلم في 60 70 80% من الناس اللي بتشجع كره مصر بيشجعوا الاهلي والزمالك. وانت في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي بضيف حتى الكلام صديقي محمود اللي هو اتكلم فيه، لكن نضيف بعد تاني ان انت في ظل الوضع والتحديات اللي فيها البلد دلوقتي على مستوى الاقتصاد، على مستوى اللي بيحصل على حدودك في كل الاماكن، مهم جدا ان الجبهه الداخليه عندك تكون مستقره، تكون الامور فيها بشكل جيد، تمشي بشكل كويس جدا. فاللي بيحصل النهارده ده دي بادره ان يبقى فيه توحد، يبقى فيه استقرار وهدوء، في روح رياضيه، وتنافس زي ما انت عايز. وعلى فكره تنافس وتصارع على صفقاته عادي جدا، كل ده مقبول طبيعي. وكل ده لو خلي بالك اللي هو التحفيل اللطيف الحلو ده اللي احنا ايام ما كنا احنا بنلعب يعني ما كنا الجمهورين لطاف وحلوين وكل حاجه، ده يضحك على وده يعمل مع ده وخلاص والدنيا تنتهي. لكن كل ده مباراه تنتهي يعني. لكن كل ده يكون في اطار الرياضه ولا يتخطى ذلك، ومهم في الفتره دي. ايوه البلد محتاجه على مستوى السياسي، على مستوى الاقتصادي، على مستوى ان انت حتى بلد. بجانب نقطه ثانيه مهمه جدا، لن تستقيم الامور في مصر والجماهير ترجع بالساعه الكامله الا لو حاله الهدوء اللي احنا بديناها من النهارده. مش هتستقيم الا انت ما تقوليش تيجي تطلب من الامن ان انا تعمل لي ساعه كامله. صحيح. وفي احتقام. خلي بالك هو ثلاث مشاهد برضو ورا بعض. مشهد زياده الاعداد من 5 ل 20 ألف، ده مشهد اعتقد ان هو كان بسبب لان الاتفاقات بتبقى لان الاتفاقات بتبقى على يعني سكيل اوسع او على شكل اوسع، فمعروف ان الخطوه الاولى زياده ال 20 ألف، الخطوه الثانيه وجود مجلس اداره النادي الاهلي في نادي الزمالك، وبالتالي انت كجمهور ولادك وولادي وصحابهم واخواتهم واصدقائنا واصدقائكم لما تشوف المنظر ده اعتقد الدنيا هتهدى طبعا. ما هو انت حضرتك ما تقدر توصل للي انت بتتكلم فيه. ما تجيش تطلب الامن وتطلب للجهات الامنيه تقول لهم انا عايز ادخل ساعه كامله والوضع كان محتقن بصوره انك وصلت ان لو في اتنين قبلوا بعض ده يقول له انت قلت كذا ده يقول له انت عملت كذا، فكان الوضع صعب جدا. صحيح. لكن المنحنى التاني اللي بقول لك عليه ان حضور الجماهير هيخليك مثلا زي ما احنا بنتكلم من الدوري السعودي، انت تقدر تواجه الدوري السعودي في قوته بالجماهير، ودي الحته اللي كنا دايما مختلفين فيها. كنت بتقول لي الانديه الجماهيريه، كنت بقول لك هنا في الوقت ده لو الجماهير دخلت انت تقدر تواجه قوه اي دوري على المنطقه العربيه بجماهيرك. شفناه النهارده في ماتش الاهلي الزمالك والاسماعيلي بالمناسبه، ممكن مستوى على فكره ما كانش متوسط، كان متوسط، لكن حضور الجماهيري خلى شكل الماتش الماتش شكله حلو. فالجزء زياره النهارده تاريخيه لها ابعاد كتيره جدا على مستوى البعد الدوله الجبهه الداخليه، على مستوى كمان انك حضور الجماهير تبتدي تشتغل كوره وصناعه كره قدم. وخد بال حضرتك كابتن اسلام في حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي والزمالك هم اكبر ناديين مضارين من غياب الدخل من حضور الجماهيري. صح. عدد تذاكر وارقام فلوس بتدخل لك، لو انت انا هقول لك متوسط 30,000 يا كابتن، 30,000 متفرج في كل مباراه. ده بالنسبه للاهلي والزمالك. لو انت حسبت النادي الاهلي والزمالك بيلعبوا على الاقل من 15 ل 18 مباراه على ارضهم، اضرب بتكلم في 450,000. لو عملت التذكره ب 50 جنيه شوف السعر كام. بص المداخيل اللي المفروض بتدخل الاهلي والزمالك والناديين محرومين منها لسنوات. الهدوء ده هيجي مش 20,000 مش هتبقى المرحله الاولى، لا اتفرج الفتره اللي جايه لو الدنيا ماشيه بالشكل ده، وهنتكلم على كره قدم فقط لا غير. وعلى فكره هيبقى في انتقاد تحكيم عادي، كل ده عادي. مش لا مشكلة. لا ما هو طبيعي على فكره. ليس لهذا الامر علاقه. انا النهارده كابتن محمد عادل بس ده انا سايبه لبكره. يعني كابتن محمد عادل ما عجبنيش ليه بس سايبه لبكره؟ ليه يا كابتن؟ ليه سايبه لبكره؟ يعني علشان ما حد يعني بصراحه انا مندهش مندهش غريب جدا كابتن محمد. هنتكلم عن هذا الامر طبعا النهارده فجزئين، لكن نكمل بس القصه. فكل حاجه بتاخدك لسكه ان احنا نبقى كوره، مفيش غير كوره بقى، سواء كوره يد سله طايره وتختفي رياضه يعني. وتختفي بقى مصطلحات بقى ايه، اصل فلان الفلان ده كان بيلعب وفلان الفلان ده بيفوت وفلان الفلان ده مش عارف مين، عايزين المصطلحات دي كلها بقى ايه. تغيير الثقافه النهارده كابتن خطيب قالها.